السلام عليكم. شرحنا في محاضرة سابقة أساسيات البلوك تشين أو هذه التقنية اللي تسمى بلوك تشين أو سلسلة البلوكات مثل ما تسمى، وشرحنا مكوناتها الأساسية، فوائدها وغيرها من الأمور الأخرى، إلا أنه واحد من الأسئلة المهمة التي يجب أن يجيب عليها أي شخص يفكر في الدخول في هذا المجال، سواء كان هو مدير مشاريع، سواء كان هو مبرمج أو مطور أو مهندس، أو أي شخص يفكر في أنه هل نحن فعلا نحتاج إلى البلوك تشين في المؤسسة التي نعمل فيها أو في العمل الذي نريد بناؤه. وطبعا للإجابة على هذا السؤال، هل نحتاج إلى البلوك تشين، يجب الإجابة على هذه الأسئلة التالية. أولا، هل أن العمل الذي تفكر في القيام به في المستقبل يحتاج إلى داتابيس، إلى قاعدة بيانات؟ إذا كان يحتاج إلى داتابيس، إذن أوكي، قمنا بتحقيق المطلب الأول من مطالب البلوك تشين. أما إذا كان هناك عمل يعني تستطيع القيام به من نوعية البير تو بير أونلاين بدون الحاجة إلى داتابيس، مثل ما هو موجود مثلا في برنامج أو في تقنية البيت تورنت، اللي هي من خلالها هي موجودة، عبارة عن تقنية كبيرة موجودة أونلاين، من خلالها يستطيع الكثير من المستخدمين الاتصال فيما بينهم عن طريق وتبادل الملفات والبيانات بطريقة البير تو بير، إلا أنها لا تحتوي داتابيس، فبالتالي هي لا تحتاج إلى البلوك تشين. فأي عمل تريد القيام به في المستقبل وتفكر في أنه هل يحتاج إلى البلوك تشين أو لا، أولا يجب أن تعرف هل هو يحتاج إلى الداتابيس أو لا. إذا كان يحتاج إلى الداتابيس، تمام. بعد ذلك سوف أو يجب أن تسأل نفسك، هل أن هناك multiple writers، هل أن هذا البرنامج أو السوفتوير أو السيستم الذي تفكر فيه وضعه أونلاين، هل سيحتوي على مجموعة من الكتاب أو المحررين أو الإديتورز المتعددين؟ يعني إذا كان هناك شخص واحد فقط يستخدم البلوك النظام، فليس هناك حاجة إلى بلوك تشين. أما إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الناس الذين يقومون بتحديث هذا النظام بشكل مستمر، واللي هو في أغلب الأحيان يكون هذه هي الحالة الطبيعية طبعا، عند ذلك أوكي، فأنت تحتاج إلى بلوك تشين. Otherwise يعني إذا كان لديك مثل ما ذكرنا يعني نظام تشغيل أو منظومة أو موقع إنترنت فيه مدير واحد فقط، فعند ذلك لا تحتاج إلى بلوك تشين. السؤال الآخر الذي تحتاج أن تقوم بسؤال نفسك عنه بعد أن تأكدت أنه النظام الذي تريده يحتوي على داتابيس، والنظام الذي تريده سيحتوي على الكثير من المستخدمين الذين يقوموا بتحديثه والتعديل عليه في كل الوقت، هل أن هؤلاء المستخدمين لهذا النظام غير معروفين أو غير موثوقين، أو لديهم مصالح متقاطعة، ممكن أن يعني مصلحة بعضهم تؤثر على مصلحة البعض الآخر؟ يعني هل أنهم كلهم موجودين في شركة واحدة ومصلحتهم واحدة مع الشركة، أم أنهم يعني ينتمون إلى عدة جهات مختلفة، عدة مؤسسات، عدة شركات متنافسة، وكلهم سيكونون مسؤولين يعني عن الدخول إلى قاعدة البيانات المشتركة؟ إذا كانوا كلهم معروفين وكلهم موثوقين، إذن ليس هناك حاجة إلى البلوك تشين. أما إذا كان هناك الكثير من المستخدمين الغير معروفين بالنسبة لبعضهم مع البعض الآخر، أو الغير موثوقين، أو كانت مصالحهم متقاطعة، كانت تكون شركات متنافسة في مجال معين ولكنها تريد أن تتشارك فيما بينها في بلوك تشين، عند ذلك نعم تحتاج إلى البلوك تشين في يعني إدارة هذا النظام، لأنه راح يوفر لك الكثير من المرونة والكثير من الوثوقية. طبعا مع استثناء واحد، انه اذا كانت الاطراف يعني الغير واثقه ببعضها البعض، واذا كانت الاطراف التي تريد بناء هذا النظام وتمتلك مصالح متقاطعه مع بعضها البعض، اذا كانت تثق بطرف ثالث يكون هو المسؤول عن اداره الداتابيس الخاصه بها، فلا تحتاج الى البلوك تشين. اما اذا لم يكن هناك طرف ثالث موثوق، فاذا بهذه الحاله تحتاج الى البلوك تشين. فهنا عندك أربع شروط رئيسية تحتاج أن تتأكد منها لكي يكون التطبيق الذي تفكر في بنائه للبلوك تشين في المستقبل ناجحا ويحقق المطلوب من عنده، لأنه إذا لم يكن أي واحد من هذه الشروط متوفرا في النظام الذي تريد بنائه، فأنت لست بحاجة إلى البلوك تشين، تستطيع الاعتماد على التقنيات التقليدية الموجودة حاليا. بعد ما عرفنا أنه نحتاج إلى البلوك تشين، يجب أن نعرف أن هناك ثلاث أنواع من البلوك تشين، اللي هي البوبليك بلوك تشين والكونسورتيوم والبرايفت، تماما مثل انواع الداتا سنترز، يعني مثل مراكز البيانات. البرايفت مثل ما هو واضح يعني مملوك لشركه واحده او مؤسسه واحده، ويستطيع فقط موظفو هذه المؤسسه الوصول له، واللي هو مثل ما يعني كما يقولون نوت ريلي بلوك تشيني، يعني ليس هو بلوك تشين بالحقيقه، لانه فقط راح يكون مستقل او يعني منفصل وخاص بمؤسسه واحده، الا انه يحتوي على مواصفات وتقنيات البلوك تشين. النوع الآخر من أنواع البلوكتشين اللي هو الكونسورتيوم، اللي هو هذا البلوكتشين الذي تقوم ببنائه مجموعة من الشركات التي المتحدة تحت اسم واحد أو تحت شعار واحد أو تحت مصلحة واحدة. النوع الأخير اللي هو البوبليك بلوكتشين، اللي هو راح يكون هذا open ويعني publicly available to anyone، يعني أي واحد يستطيع الدخول إلى هذا البلوكتشين والاشتراك به وتحويل حاسبته إلى نوت في هذا البلوك الكبير أو التشين الطويلة.
هنا طبعا اذا كنت تحتاج اكسس كنترول نوت نيدد، اذا لم يكن هناك يعني حاجه الى التحكم بالوصول، فتستطيع مباشره الذهاب الى البرايفت بلوك تشين او الكونسورتيوم بلوك تشين اذا لم تحتاج الى التحكم بالوصول، لانه مثل ما ذكرنا اذا كنت تعمل في شركه واحده ولديك بلوك تشين خاص بك فانت لا تحتاج الى التحكم بالوصول يعني ما بين الموظفين الخاصين بهذه الشركه، لانه يفترض ان تكون مصالحهم ملتقية مع بعضهم البعض وليس هناك تنافس فيما بين الموظفين في الشركة الواحدة، وإنما تكون مصلحتهم جميعا مع مصلحة الشركة الواحدة. فإذا لم تحتاج access control فتستطيع استخدام البرايفت أو الكونسورتيوم. إذا كانت عندك immutability over efficiency، إذا كانت عندك مسألة عدم القابلية على تعديل الترانزاكشنز أو الأمور السابقة أهم من efficiency، فهنا أيضا تحتاج أنه تذهب إلى البرايفت أو الكونسورتيوم اذا لم يكن هذا الشيء مطلوبا. طبعا اذا كان عندك البوبليك ترانزاكشنز از اوكي، اذا كانت الترانزاكشنز او العمليات التي تقوم باجراها في البلوك تشين بوبليك عامه ويستطيع شخص الاطلاع عليها، فانت عند ذلك تحتاج الى بوبليك بلوك تشين. اما اذا كانت الترانزاكشنز سريه فعند ذلك تحتاج انه تذهب الى البرايفت او الكونسورتيوم. اخيرا طبعا اذا كنت تحتاج الاكسس كنترول وكنت تحتاج الاميوتابيليتي والبوبليك ترانزاكشنز، اذا كانت كل هذه الشروط متحققه فانت تحتاج الى البوبليك. اذا كان اي واحد من هذه الشروط غير متحقق فانت تحتاج الى نوع اخر من انواع البلوك تشين اللي هو قد يكون الكونسورتيوم او البرايفت. هذا ايضا من الامور او القرارات المهمه لمدير المشاريع او مدير العمليات في اي شركه معينه، الذي من واجبه اتخاذ القرار في انه هل نحتاج الى البلوك تشين او لا. يجب ان يتم الاجابه على كل هذه الاسئله وبعد ذلك تحديد نوعيه البلوك تشين المطلوب. هذا هو فقط ما حبيت انه اتحدث عنه في هذه المحاضره القصيره، وان شاء الله اذا كان هناك رغبه في الحديث عن امور اخرى ومواضيع اخرى تخص البلوك تشين فراح يسرنا ان شاء الله نتحدث عنها في المحاضرات القادمه. شكرا جزيلا.